بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا ناخذ موضوع بعنوان شهوة النجاح. هل النجاح شهوة 100%؟ شهوة النجاح مقصود بها أحبائي كل واحد فينا عنده رغبة أنه ينجح، والمسيحي لازم ينجح، مش لازم ينجح كعالم، المسيح نجح كنجار، فالموضوع مش مرتبط بالكارير قد ما هو مرتبط بالنجاح ذاته. والنجاح في حقيقته قيمته الأساسية التأثير على الناس. العالم بيقيس النجاح بالفلوس، بالأرقام عموما، بالإنجازات، بعدد مباني مثلا. إنما النجاح الإنساني حتى مش المسيحي بس، هو أنت سبت إيه للبشرية، نفعت الناس في إيه، ده النجاح الحقيقي اللي علمه لنا المسيح لأنه عاش لينا معاش لنفسه. عاوز أكلمكم عن 7 أساسيات تنجح بيهم في خدمتك وتنجح بيهم في حياتك، وكلهم أولهم سي، فسميتهم 7 سي، 7 سي أوف سكسس. كل واحد وهو بيسمع يدور على 1 أو 2 ناقصينه ويشتغل عليهم، لأنه مفيش حد عنده 7 كاملين. وكل واحد فيكم لازم يبقى شخصية مؤثرة، لأن ارتباطك بالمسيح يجعلك فيك حاجة أقوى من اللي حواليك. الذي فيكم أعظم من اللي في العالم، أنتوا النور، أنتوا الملح، فبالتالي أنت لازم تكون مؤثر مش متأثر. تعالوا نشوف إيه 7 سي دول ونطبقهم في حياتنا إزاي. أول هنقولهم كلهم الأول وبعدين ناخدهم واحدة واحدة. السي الأولانية الكاريزما، والتانية الكارج الشجاعة، التالتة الكوميونيكيشن التواصل، الرابعة الكوميتمنت، الخامسة الكونسيستنسي، الستة الكومبتنس أو الكفاءة، والسابعة الكونفيدنس الثقة، الثقة في النفس مقصود به. تعالوا نبتدي بالكاريزما. كلمة كاريزما أصلها اليوناني خارس أو كارس، الXARIS بس باليوناني يعني، وطلع منها خاريستو. خاريستو اللي هي الشكر أو تقدير النعمة، اللي طلع منها كلمة فخارستية، فخارستية سر الشكر. فالخارس معناها نعمة، وهنا النعمة احنا في عهد اسمه عهد النعمة، واحنا أولاد النعمة. الناموس بموسى أعطى، أما إيه النعمة والحق بيسوع المسيح صار. اللي معاه المسيح معاه النعمة. حتى احنا في القداس نقول محبة الله الآب وإيه نعمة ابن الوحيد. الكاريزما في لغة العالم هي الشخصية المبهرة. يقول لك الشخص ده عنده كاريزما، يعني عنده تأثير عالي، عنده بريق مبهر مؤثر. إنما كل واحد فيكم عنده كاريزما مرتبطة مش باسمه ولا شخصيته ولا سنه، بالمسيح اللي فيه. بقدر ما بان عليك المسيح بقدر جاذبيتك. ساعات بيسموا الكاريزما الجاذبية مش النعم، ساعات يقولوها كده يقصدوا بيها كده. انت جذاب مش بشخصك، انت جذاب قوي بالمسيح اللي فيك، بس مشكلتك ومشكلتي ان المسيح مش باين علينا كفاية، او بيبان في موقف ويختفي في اغلب المواقف. ساعات وانت مبتسم وطيب قوي باين عليك، بعدها بساعة وانت غضبان ومكشر اختفى. وانت سخي وخدوم قوي المسيح باين اهو، وانت كئيب ومظلم كده المسيح مش باين عليك. طب ازاي يبقى الواحد دايما المسيح باين عليه؟ دي الكاريزما بقى، الكاريزما المسيحية، اللي ساعتها مش مقصود بيها واحد بيعرف يوعظ، ولا واحد بيعمل معجزات، ولا واحد يعني بيرزع ويخبط والدنيا كلها بتتفرج عليه. لا، كل أبائنا الرسل كان فيهم كاريزما على اختلاف شخصياتهم. يعني يوحنا الحبيب تستغرب، شخص طيب وبسيط وخجول وهادي وما بيتكلمش، بس فيه كاريزما غريبة. العذراء أم النور جذابة جدا، العالم كله يحب العذراء حتى غير المسيحيين. طب دي ما بتتكلمش خالص. يعني نقول بولس راجل بتاع معجزات وخطابة وفلسفة طب لكن العذراء لا، بس العذراء عندها كاريزما. اذا اول حاجة تخليك ناجح جدا هي انك يكون عندك
الجاذبية اللي في المسيح هي دي اللي تنجحك، تنجحها في رسالتك كطبيب أو صيدلي أو خادم أو أب أو صديق أو في كل المجالات. تعبير جميل يقوله يعقوب 4، يقول يعطي نعمة أعظم، ده الروح القدس بيتكلم عن روح ربنا، يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول الكتاب يقاوم الله المستكبرين، God resists the proud but he gives grace to the humble، ويعطي نعمة للمتواضعين. يبقى الكاريزما أو الجمال بتاع الشخصية مرتبط جدا بالتواضع. السنة اللي فاتت في مؤتمر أمريكا استضافنا الدكتور مجدي يعقوب، فأنا كنت قاعد جنبه الحقيقة وعاملين لقاء مع الجمهور يعني. طبعا أنا انبهرت بتواضع هذا الشخص، تواضع بجد بتلقائية غريبة زي اللي كنا بنقرأ عنها في حياة القديسين. يعني ما فيش واحد من جمهور الناس اللي قاعدين، كانوا زيادة عن 1200 واحد مثلا في المؤتمر، يرفع صباعه ويسأل أي سؤال في أي موضوع إلا لازم يبتدي الإجابة Thank you for the question، شكرا على السؤال، وبعدين ينسب دايما الفضل لربنا وللناس اللي حواليه دايما في كل مواقف، ولا يدعي أبدا حاجة ما عملهاش ولا يتكلم عما عمل. حاجة جميلة تمثل قيمة كبيرة عندنا كمسيحيين. اللي بهرني ان الجمهور العادي وهو داخل من باب القاعة كل الناس وقفت وسقفت لوحدها من غير ما نتفق معهم، اول ما شافوه لقيت كلهم ايه وقفوا وسقفوا. عاوز اقول الكاريزما هنا مرتبطة جدا بالتواضع. عاوز تبقى جذاب، وده من اساسات نجاحك على فكرة، لان النجاح مرتبط بنظرة الناس ليك، تعلق الناس بيك، انبهار الناس بيك، تأثر الناس بيك، كل ده مرتبط قد انت متواضع فالنعمة بين عليك. اكتر فضيلة تظهر المسيح اللي فيك التواضع. الشخص اللي بيزعق، الشخص اللي بيدين الناس، الشخص اللي بيقفش ويزعل بسرعة، الشخص اللي بيغير من غيره، الشخص اللي عاوز يمسك الحاجة في ايده ما تطلعش، ده نقص تواضع. كل ده نقص تواضع، كل ده ما عندوش كاريزما، الكاريزما ضعيفة جواه، المسيح مش باين عليه. بينما الشخص المتواضع زي أمنا العذراء ولا يوحنا المعمدان، وطبعا ربنا فوق الكل، ده شخص جذاب بجد. بصوا للتعبير ده بتاع القديس بطرس، يقول أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، تسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين والمتواضعون يعطيهم نعمة. يعني إيه؟ يعني الشخص المتواضع بسهولة جدا بيقول حاضر، ولما بيقول حاضر وهو شخص كبير دي بتجمله، دي بتكبره قدام الناس. في واحد دايما فاكر انا الكبير ما اقولش حاضر، اوكي انت حر، بس انت مش جميل في نظر الناس، انت مش مريح، انت مش شخص جذاب. انت لما تقول حاضر وانت كبير كده دي بتديك جمال وتديك تأثير اعلى كتير قوي، لان التواضع دايما يجمل الشخص. تاني صفة أساسية في نجاح أي خادم الكارج، الإقدام، أنك أنت تبقى ساعات يسموها المبادرة أو الخطوة الأولى. عشان تنجح ما ينفعش دايما تعيش حياتك تعمل زي ما الناس بتعمل أو تستنى حد ياخد الخطوة الأولى وتبقى أنت التاني. طول عمرك هتبقى في الظل، مش هتبقى في المقدمة. المسيحي كارز بطبيعته، المسيحي مسؤول عن العالم مع المسيح، المسيحي مؤثر في مجاله. عشان يبقى كده لازم يبقى شجاع، يبقى في كذب في المجتمع هو يقول لا ده كذب، في حد مظلوم يقف يدافع عنه. بابا كيرولوس كنا معيدين له الأسبوع ده، راجل لما الرهبان اتظلموا في الدير وقف قال لا وخرج يخدمهم، الرهبان السبعة دول، لأنه حقاني مش قادر يحتمل أن في ظلم يقع على أخواته. طيب الشجاعة دي والحقانية دي على طول تديك نجاح. كل الشخصيات اللي نجحوا في التاريخ كان عندهم إقدام، ما كانش بيخوف روحه، ما كانش بيحسبها ميت مر، كان بيمد رجله في الهواء
هي بالظبط كده، بس ربنا بيستر، ربنا بيحط ايده تحت رجله. النجاح يحتاج دايما لفكرة القفزة في الهواء. اللي عنده ايمان ما بيخافش، بيعمل زي بطرس بيطلع رجله من المركب لان المسيح قال له تعالى. هو مطلعها في الهواء، مطلعها على البحر، طب وماله؟ بس هو باصص على ربنا. فهنا ابتدي خدمة جديدة، خد قرار جريء في حياتك، اعمل زي زكا وغير في قانون نظامك وحياتك، ما تخافش، لان هو ده اللي هيخليك مؤثر وناجح بالاكثر. النجاح معناه دايما تقاوم الخوف. يشوع من شخصيات الكتاب النجح، بس يشوع كان خواف وزاد خوفه جدا بعد رحيل موسى المسيح. في اول اصحاح يشوع 1 قال له 3 مرات ما تخافش، تشدد، تشجع، لا اتركك، لا اهملك، ما تخافش. وفضل يعيد ويزيد. ليه؟ لانه لازم تبقى شجاع. يشوع اتشجع، ولما بقى شجاع ومقدام شفنا شخصية جبارة لا تقل عظمة عن موسى النبي. ليه؟ لانه كان عنده الكارج ده، دخل جامد في مواقف اكبر منه بس مسنود بربنا. ثالث نقطة، ثالث سي في الموضوع، انا بكلمكم عن حاجات كل واحد وهو بيسمع يقول ايوه انا دي نقص، انا مش شجاع كفاية، انا خواف، انا بنسحب، انا بجيب ورا، انا بستنى لما كل الناس تجرب الاول واجي انا في الاخر، يمكن اعمل زيهم ويمكن لا كمان. اول النقطة الاولانية، انا المسيح مش باين علي، انا مش متواضع. انا اعتبرت الكاريزما مقابلة لكلمة التواضع، التواضع يعطيك الجاذبية والتأثير. ثالث نقطة، التواصل. في عباقرة في التاريخ لكن تأثيرهم ضعيف، وفي ناس أقل ذكاء في التاريخ لكن تأثيرهم أعلى. وهنا عشان كده طلعوا بحاجة اسمها الذكاء الاجتماعي والذكاء مش عارف التواصلي والذكاء، قاعدين يطلعوا كلمات عن الذكاء. ليه؟ لأنه كلكم درستوا في الجامعة وشفتوا أنه ممكن أستاذ مادة يبقى معروف أنه شاطر جداً، بس كل الطلبة تطلع من محاضرته يا مش فاهمة حاجة يا ما يدخلوش المحاضرة. وفي أستاذ تاني مش بعبقرية الأولاني، مش بنفس الشطارة، إنما كلنا نحب نسمعه. يبقى هنا في فرق في التواصل، مش في الكونتنت، مش في المادة نفسها. التواصل أحد أهم أسباب نجاح أي شخص في الحياة، وبالتالي أحد أهم أسباب نجاحك كخادم. انت عايش رسالة، تتعامل مع دكاترة، مع نيرسز، مع مرضى، مع زملاء، مع جيران، مع عيلتك، مع ابونا، كل دي اسمها تواصلات. وقبل حاجة ده كله ربنا نفسه، ما هو ربنا شخص بتتواصل معاه في الصلاة والانجيل. لو ما كنتش عارف تتقن فن السي بتاع الكوميونيكيشن ده، انت عطلت حاجات كتيرة جدا، عطلت تأثيرك. في واحد دايما مش مفهوم لما بيتكلم، مش بيعرف يعبر عن نفسه للأسف، فتأثيره ضعيف. في واحد لما بيقول بيتفهم غلط، لازم يصلح ده لأنه تأثيره ضعيف. في واحد ما عندوش تركيز على اللي بيسموه non-verbal communication، اللي هو ايه؟ التواصل غير اللفظي، يعني وشه واقف غير معبر، فده معطله. بينما هو لو مبتسم او منفعل ده بيفرق جدا مع الناس. في واحد بيعرف يلمس بايديه فيتواصل مع الناس، الشيك هاند بتاعته سخنة فبتعمل تواصل جميل. وفي واحد تلاقوا خواف شوية، خجول شوية، ما تعلمهاش، فالتواصل بطيء. إذن التواصل احد اهم ادوات النجاح. إذا كان عندك شهوة النجاح، وأقصد بالنجاح التأثير، التأثير على الآخرين من أجل خلاص نفوسهم، لازم يبقى عندك الكوميتمنت. النجاح في الصلاة نوع من التواصل، يعني إزاي تتصل بربنا واتصال حقيقي، لأن إحنا ياما صلينا كلام طالع من بقنا بس ما كانش تواصل، ياما قرينا الإنجيل بس المسج ما دخلتش، ما كانش تواصل. زي اللي بيقول ألو مش سامع وخلاص، ما تحسبها مكالمة دي ولا ما تحسبهاش. الخدمة نفسها مبنية جدا على التواصل. في واحد يقعد مع اخواتنا الفقراء 5 دقايق، اللي قالوا يدخل دماغه ما يطلعش طول العمر،
في واحد يقعد ساعة والناس مش فاهمة حاجة أو مش منفعلة بكلامه، مش متأثرة. في واحد ما يتكلمش ويسيب تأثير عالي جدا، في واحد يتكلم كتير وتأثيره ضعيف. يبقى واضح ان احنا عاوزين السي دي تشتغل. الانصات جزء من الكوميونيكيشن، الليسننج جزء من التواصل، لانه قبل ما تتكلم لازم تكون سمعت اللي قصادك وسمعته باهتمام، بعينيك قبل ودهنك، بقلبك قبل عقلك. كل ده بيخليه يفش، يهدى، يتحب، يحس بأمان، وهو بيحكي ممكن يوصل للاستنتاج اللي كان تايه منه. القراءة تضيف كتير للتواصل. الشخص اللي بيقرأ كويس أو مثقف أقدر على التواصل. الفهم طبعا مهم أوي، أنك أنت تعرف تعبر عن اللي عاوز تقوله بطريقة بسيطة مباشرة، لأن في واحد يستخدم ألفاظ ضخمة عالية. يا عم عقدت الأمور السهلة يعني، وفي واحد ياخد الأمور المعقدة يبسطها، فطبيعي ده ناجح في التواصل أكتر. تواصل ببساطة، مرسل شخص بيبعت رسالة، ومرسل إليه شخص بيستقبل، ورسالة. التلاتة دول فيهم شغل، أنت بتبعتها إزاي، شكلك إيه، موقفك إيه، الرسالة نفسها جوهرها إيه، فحواها إيه، المستقبل عليه دور برضو بيستقبل إزاي، كل ده يدور في السي. طب ما دي موضوع عاوزين نشتغل عليه. لو لقيت ناس كتيرة بتقول مش فاهمينك او بيسيئوا فهمك، اعرف انك عندك عجز في التلاتة سي دي او السي التالتة بتاعت الكوميونيكيشن. يبقى واحد ها كاريزما، ها كاريج، كوميونيكيشن. اربعة كوميتمنت. الكوميتمنت مش عارف تسموها ايه، لكن هي واحد كوميتد يعني واحد ملتزم، مظبوط، يوفي بكلمته، ممكن تسميه حاجات كتير. لكن افضل الكلمات في رايي اللي ممكن تعبر عنها كلمه قريبه ليها الفيثفولنس، اللي هو الشخص الامين، قريبه شويه للكوميتد يعني، بس انا حابب احطها سي. الرجل الامين كثير البركات. من اسرار النجاح انك انت تبقى ملتزم، قلت كلمة بتعملها، في معاد بتروح في المعاد، خدت مسؤولية لازم تبقى قدها. لكن أول ما يبقى شخص، أنا ياما شفت خدام يا جماعة ألبوم حلو وسخن بس مش كوميتد، يعني إيه؟ مش قادر أحمل عليه، مش قادر، مش قد المسؤولية ببساطة كده. أنا عارف إنه شخص طيب وبيحب ربنا، بس جربته مرتين ثلاثة لقيته لوس، لقيته ما ممكن يفرقع يعني، ممكن ما يجيش ويطلع اعذار من غير ما يعتذر قبلها. لا لا استنى، مش ممكن هتنجح نجاح مؤثر، هيبقى نجاحك محدود جدا طول حياتك لو الحتة دي ناقصة منك. اعلى بالسي دي، هتفرق معاك جدا في حياتك. ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. اي خادم امين في جزء صغير قوي خدمته لازم تزيد، لان ده نظام ربنا حتى على الارض. لما تخدم نفر واحد بامانة ربنا يجيب لك الف نفر تخدمه. لما تبقى مسؤول وملتزم بمسؤوليتك المحددة البسيطة تعلى مسؤولياتك. الامانة دايما كده، نظام ربنا كده، وبيمشي في الدنيا كده على فكرة. والدنيا لو مشيت كده تتظبط على فكرة، اللي هي فكرة ان الامانة مطلوبة في اي مسؤولية. لكن احيانا يختار واحد مش امين يدوله مسؤولية كبيرة يوقع كل اللي تحتيه. مين يراجع تاني؟ اول سي تفرق معانا الكاريزما بتاعت المتواضعين اللي باين عليهم المسيح. اتنين الكاريج، الخطوة الاولى دي. تلاتة الكوميونيكيشن، اسمع وتسمع وتفهم كويس. اربعة الكوميتمنت، الالتزام. عيناي على امناء الارض كي اجلسهم معي، السالك في الطريق طريقا كاملا، بيرفكت واي. الكوميتمنت ماشي مع البرفكشن، يعني يحب الحاجة الصح، يحب الحاجة المظبوطة، يحبش الحاجة الملخبطة. نمرة خمسة الكونسيستنسي. الكونسيستنسي معناها ببساطة المثابرة او الاصرار، معلش ما هي كلمات متقاربة يعني. يعني ايه؟
يعني واحد بيعمل الحاجة للمرة الخمسين بنفس الأمانة ونفس الإتقان وهو consistent مكمل ملتزم. مفيش واحد يقول أنا صليت الإجبية فزهقت فبطلت، بطلت you are not consistent. لا، الإجبية مش بتاعت أسبوع واثنين، دي بتاعت العمر. اجتماع الخدام رحت مرة وغبت مرة وبعدين زهقت، لا، انت لو فضلت مواظب على اجتماع الخدام 10 سنين هتفرق، هتلاقي حياتك اتبدلت، الانبوت اللي داخل ده بيغير فيك، بس انت ما عندكش اصرار، ما عندكش استمرار، ما عندكش مثابرة. كمل. هنا تمشي قوي الصفة دي مع الفلاحين بالذات والصيادين، ودول اكتر يمكن، والرعاة، كل الناس اللي اتوصفوا في الكتاب كخدام لازم يكون عندهم consistency، لانه الفلاح لو زهق مش الارض ما تستجبش، لازم يطلع ويشتغل ويفحط الارض ويرش الارض ويحط البذرة ويتبعها ويكمل، لكن ما ينفعش من اول حاجة، يعني من اول خطوة يركن كده. المثابرة معناها واحد شايف هدف واضح مهما كانت السكة مكمل فيها، بس دي مرتبطة جدا بانه شايف هدف واضح، زي اللي بتقال في الكتاب سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بذارهم، يعودون بالفرح حاملين اغمارهم. مع المثابرة كمان انت محدد اولوياتك عشان ما تتكعبلش، ايه اللي يتعمل وايه اللي يتأجل، وحاطط خطة واضحة مثابر فيها مكمل فيها بتقاوح فيها عشان تقدر توصل لنتائج. كل ده كلكم جربتوه في حياتكم الطبيعية، بالكم في الخدمة بالأولى، ده أساسي جدا في النجاح. بصوا القديس بولس هو بيلخص حياته كده، تحسوا فيه صفات القائد المؤثر أو المسيح المؤثر. جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، هي دي الكونسيستنسي. يمكن جاهدت الجهاد الحسن فيها مزيج من الكوميتمنت على الكارج على حاجات كتير، لكن أكملت السعي يعني أنا كملت للآخر، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. يبقى التأثير مش هيجي من قعدة، من ساعة، من موقف، لا، استمر في الاتفاق اللي خدته، في الموقف اللي عشته، بالتأثير المستمر تيجي نتائج عالية قوي. نمرة 6، الكومبتنس. يعني ايه كومبتنت؟ يعني هنا اقصد بيها الكفاءة، او بيعمل الحاجة مظبوط، او بيعملها كما تحتاجها بالضبط، يعني بيعملها بكفاءة عالية. لان في شخص امين يا حبيبي، بس هو مش شاطر. انت لما بتروح لدكتور لازم بتختار ده من غير ما تفكر، بتختار دكتور شاطر وأمين. لو شاطر بس تخاف منه، لأن عدم الأمانة يخليك قلقان من كل كلمة بيقولها. لو أمين قوي بس مش شاطر، مش كفاءة، هتخاف على عمرك برضه، هو راجل طيب من ناحية، طيب وملتزم، هو طيب وملتزم بس مش شاطر. إذن احنا نحتاج في النجاح عموما إلى الاتنين دول، الكفاءة مع الأمانة، دول يميزوا أي مسيحي. عشان كده ما ينفعش مسيحي يبقى نص نص في العلم، لا، اذا كنت في مجال علمي لازم تبقى شاطر، مش عشان تبقى اشطر واحد، مش دي القضية، من اجل المسيح لازم تبقى دكتور شاطر، لازم تبقى كفء، هتقول كلمة ربنا تبقى بكفاءة، هتعلم لحن تبقى كفء وانت بتعلم، متميز، تبقى قد المهمة اللي بتاخدها، تبقى قدها او تسيبها لحد تاني، لان ده اللي يطلع الكواليتي. احنا بلادنا ناقصها كتير قوي من الكواليتي، عشان الكومبتنس. المدرس بيدخل الفصل هو مش كفء، حتى لو راجل طيب بيدخل في ميعاده وبيطلع من حصته في ميعادها، بس اللي بيدي للعيال ما كلام فاضي، لان هو غلبان، هو مش كفاءة، ما خدش فرصة انه يبقى كفء، فبيطلع لنا جيل ما مش متعلم، وهكذا. إذن الكفاءة دي أو الإتقان بتيجي بالتلمذة المستمر في الحياة الروحية، معناها تعلم، تعلم تاني، ادرس تاني، احفظ أكتر آيات، احفظ معاني، اقرأ كتير، تثقف روحيا وثقافيا.
كمان الإتقان معناه أنك تغطي الموضوع من كل جوانبه. إذا كان محتاج ورق، ورقك يبقى متظبط ما يخرش المي. حسابات تبقى الحسابات مظبوطة تمام. يبقى كل حاجة معمولة بجد بإتقان، كأنك بتحط شخص مناسب في وقت مناسب في مكان مناسب بأسلوب مناسب، يطلع الشغل أحلى شغل. الخدمة كده، الطب كده، الهندسة كده، الحياة كلها، التربية كده، الحياة كلها كده. مين حفظ الستة؟ ها؟ واحد كاريزما، كارج، كوميونيكيشن، كوميتمنت، كونسيستنسي، كومبتنس، أخيرا كونفيدنس. وساعات بيعتبروا الكونفيدنس هي أول واحدة، بس أنا حابب أحطها في الآخر عشان تفتكروه. مفيد جدا لأي شخص أن يكون عنده ثقة بنفسه. إحنا بنخلط في تربيتنا المسيحية بين التواضع وبين صغر النفس. التواضع الحقيقي يجعلك تثق في نفسك. عشان تأثر في الناس ما ينفعش تكون ما عندكش ثقة. عشان تنجح لازم تبقى عندك ثقة بنفسك. بصوا على يوسف لما وقف قدام فرعون، فرعون ده مرعب في زمنه، ويوسف طالع من السجن طازة، أخره سجان، ده أكبر واحد بتعامل معاه، ويوسف صغير ما جابش 30 سنة غالبا، إنما بيتكلم بمنتهى الثقة. فلينظر فرعون رجلا حكيما، ده بيأدفايس فرعون، بينصحه تعمل ايه فرعون في المشكلة اللي جاي. وفرعون قاعد زي التلميذ مبهور بهذا الشاب اللي بيكلم بالثقة دي. دانيال انتهى الثقة في النفس، ادخل جوه بالاسود بس انا ما بغيرش ضميري، ما يهمنيش. والملك معجب بيه جدا وحابب يخلصه، مش عارف يخلصه. اذا رجال الله لازم يكون عندهم ثقة بنفسهم. الكونفيدنس ده اساسي، تسموها تراست، تسموها سيلف كونفيدنس، بس هي سي كابيتال، لانها ما بتجيش غير بكونفيدنس في ربنا. خلي بالكم، ما فيش ثقة في النفس حقيقية مظبوطة بدون كبرياء إلا بعد الثقة في ربنا. لو عندك ثقة في ربنا يبقى عندك ثقة في نفسك، إن ربنا في ظهرك، وربنا مش هيسيبك، وربنا هيتدخل في الوقت المناسب، وربنا يديك حكمة ويديك نعمة. عيالنا في ليبيا دول اللي شرفونا دول كان عندهم ثقة بنفسهم، عارفين لو ما عندهمش ثقة كانوا أنكروا المسيح. بس ثقتهم في نفسهم نبع من ثقة في ربنا، لأن ده موقف مرعب، موقف مش سهل أبدا نفسيا، وضغط نفسي قبلها بفترة طويلة، لكن التحدي ده نابع من الثقة. عنده ثقة بس نابعة مش كبرياء، لا لا ولا عند، لا دي نابعة من ثقته وإيمانه أن ربنا معاه وأن إيمانه مستقيم. يبقى احذر من الكبرياء، لكن كن واثقا بنفسك عشان تبقى مؤثر. وإحنا لازم نبقى مؤثرين، لازم نتحلى بالثقة بالنفس. لا ترتقي فوق ما ينبغي. ما أجمل الإنسان اللي يقول أنا آسف الحتة دي مش بتاعتي، ما فيش أدنى مشكلة ولا يأثر عليك سنتي إنك أنت تقول سوري أنا الحتة دي ما بفهمش فيها مش تبعي. افتكر إنه أي خبرة فشل هي إضافة لنجاحك في المستقبل. أي فشل هو فرصة يضيف عليك فكرة، فكرة ضدي. لما قالوا لأديسون مرة، هو انت ما يقستش انك انت تحاول تعمل المصباح 999 مرة؟ قال لهم ابدا، انا استفدت ان في 999 طريقة ما تنفعش تعمل المصباح الكهربي، هو عملها في المية المرة الالف. فكل الفشل ده ما هزقوش، اعتبر كل فشل منهم كان بيسجل انه يبقى السلكة دي ما تتحطش هنا، نعيد من الاول ونفكر تاني. وفاصل في الآخر إلى الاختراع بتاعه. نراجع السبعة سي، ها يلا. كاريزما، كارج، كوميونيكيشن، كوميتمنت، كونسيستنسي، كومبتنس، and confidence. لإلهنا كل مجد وكرم.